في إطار السعي المتواصل لتطوير مستشفى أقدامس العام واستكمالا لبرنامج تشغيل مصنع إعادة تعبئة اسطوانات الأكسجين، تسلمت إدارة المستشفى معدات وتجهيزات طبية من وزارة الصحة بحكومة الوفاق، تمثلت في استلام خزان الأكسجين السائل سعة 4400 متر مكعب. استلمت إدارة المستشفى أقدامس العام الفترة الماضية خزان أكسجين السائل سعة 4400 متر مكعب مقدم من وزارة الصحة بحكومة الوفاق. خزان الأكسجين سيحل مشكلة تعبئة الاسطوانات بالمدينة والمناطق المجاورة لها التي تمتد إلى بلدة سيناون، حيث كان في السابق تأتي الاسطوانات من مدينة طرابلس. الذي سيكون هذا الخزان يعني حل لمشكلة كانت نعاني منها لمدة سنين بقصة الأكسجين الطبي بمستشفى أقدامس. فالأكسجين نجيبه فيه احنا من مدينة طرابلس أو مدينة الزاوية في الاسطوانات الأكسجين تعبئة، فهذا أرهق وتعبنا يعني في تقديم الخدمات للمواطن هنا. بإمكان مستشفى أقدامس العام الآن تعبئة اسطوانات الأكسجين دون ما تكبد أي عناء أو مشقة، وتخزينها بالخزان المورد الذي يوفر لهم الراحة التامة ويقدم الخدمات المستعجلة للمرضى.